السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نمشي لباغاج دو لودوك، بغيت نخرج وليداتي ونخرج انا والعائله ديالي، يعني يلعبوا شويه ويخرجوا، حيت هذا العام ما كاين لا مغرب لا والو. بنادم علاش ما يخرجهمش هكا مره مره، يعني بكل شويه الجو. هاد البلاصه زوينه، راه ملي كيكون الصيف كتكون يعني عامره، حتى دابا راه شهر 8، يعني غير هاد النهار هذا شويه الجو خايب، كيكون عامر بالناس وكيعوموا فيه، يعني داير بحال لا بلاج فماشي لا بلاج. المهم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، هذا راكم معايا داكشي اللي غادي نديرو طول لي جورني، راكم معايا. المهم حتى لاخر الفيديو نتمنى يعجبكم، مانكونش ثقيلة عليكم. وشكرا على التشجيع ديالكم البنات، شكرا على الكومنتات الزوينه اللي كتخليو ليا، كنشكركم بلا بكم يعني ما كان والو، كنشكركم بزاف. وهادشي اللي كان المهم دابا راه قربنا نوصلو، شي 40 دقيقة هكا ديال الطريق لي يعني من ديك البلاصة، يعني باش ديري تا لديك البلاصة ماشي بعيد بزاف. المهم حنا وصلنا، هادي هي البلاصة، المهم بلاصة زوينة و يعني مفوجة كيما كنقولو، خرجنا الدراري نلعبو شوية و هاد العام هدا مكاين لا مغرب لا والو، كنا علاش منبقاو يعني بنادم ضروري يخرج شوية وليداتو هكا مبقاش غير في الدار. المهم هدا هو كيما كتشوفو، راه كتكون هاد البلاصة عامرة مكاينش بزاف الناس. المهم راكم معايا تا لأخر الفيديو، نتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا.